الأعلى للدولة يطالب بضرورة وقف التحشيد العسكري حول درنة والشاطر، يتهم البعثة الأممية بالتواطؤ فيما يحدث بالمدينة. استمرار توقف إطلاق النار في سبها لليوم الثاني على التوالي. ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تستأنف إجلاء المهاجرين من ليبيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طلب المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق صخيرات المجلس الرئاسي المقترح والبعثة الأممية بضرورة وقف التحشيد العسكري حول درنة. ودعا المجلس في بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك القبائل المجاورة لدرنة إلى تدخل العاجل لتجنيب المدينة وأهلها المدنيين ويلات الحروب والمساهمة في رفع الحصار عنها حسب البيان. وأكد مجلس الدولة على موقفه من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بمختلف الوسائل وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي حسب ما ذكر في البيان. إلى ذلك، اتهم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتواطؤ فيما يحدث بدرنة. ووصف الشاطر في تغريدة له على تويتر صمت المبعوث الأممي غسان سلامة عن الهجوم على درنة بالانحياز، رغم أنه مكلف بتحقيق الاستقرار في ليبيا، معتبرا أن سكوت البعثة وعدم سعيها لكبح التدخل الأجنبي في ليبيا خيانة أخلاقية للشعب الليبي الذي وثق في وعود البعثة. هذا وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك إن المجلس لا يدعم الخيار العسكري ويدعو إلى المصالحة الشاملة. أعرب السلاك في مؤتمر صحفي عن رفض المجلس لمن أسماهم الجماعات المسلحة التي تحمل فكرا متطرفا على حد قوله. لا ندعم الخيارات العسكرية، خيار التصعيد العسكري، ندعم الخيارات السلمية والتفاوض وجهود المصالحة، وفي نفس الوقت أيضا نحن ضد أي إرهاب أو تطرف أو جماعات تحمل فكر متشدد. وفي سياق ذي الصلة، دعا مجلس حكماء ليبيا لوقف إطلاق النار على مدينة درنة ورفع الحصار عنها. وحمل المجلس في بيان له تحصلت النبع على نسخة منها المسؤولية القانونية لمجلس النواب والأعلى للدولة ورئاسي المقترح عما تعانيه البلاد من أزمة سياسية. ودعا البيان حكماء وعيانا وشيوخ القبائل الشرقية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في درنة والعمل على تحكيم صوت العقل وتجنيب المنطقة ويلات الحروب بحسب البيان. المجلس الرئاسي المقترح المعترف به دوليا تعامل ولا يزال ما تتعرض له مدينة درنة ببيانات استنكار متجاهلا اتخاذ قرار واضح يطالب فيه المجتمع الدولي بوقف العدوان على المدينة. مع كل عملية ضد مدينة درنة سواء بالقصف الجوي أو الحصار والتحرشات العسكرية، لا قرارات حقيقية لوقف تلك الاعتداءات التي تخالف كل الأعراف والقوانين، بل وتخالف بالأساس اتفاق صخيرات مرجع مبررات كثير من حلفاء السراج، مخالفين بذلك نصوصه القاضية بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن المدن. لم يكتفي السراج وحلفاؤه بإصدار البيانات الفضفاضة وغير الواضحة فحسب، بل لم يتخذوا أي مبادرة لوقف العدوان على المدينة
الذي سيكون جريمة كبرى ضد الإنسانية إذا ما نجحت ميليشيات الكرامة في الدخول إلى المدينة، خصوصا أن تلك الميليشيات مدعومة بقوات مصرية وقصف إماراتي. كل تلك الأفعال تضع السراج وحلفاءه وأبرزهم حزب العدالة والبناء في باب الشراكة في جريمة درنا، خصوصا مع عدم تفاعلهم مع جهود المصالحة الوطنية التي كانت انفراجة لتجنيب المدينة الحرب والدماء والدمار. وهو ما يكرر السؤال وبقوة عن دلالة عدم اتخاذ تلك الجهات قرارات وفق اتفاق سخيرت توقف هذا العدوان على درنا وأهلها. ومشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى هذا النقل المباشر لجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، نتابع. إذن نعود إلى جلسة الأمن حالما تكون الصورة جاهزة ونتابع النشرة. انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لا تزال تمارسها ميليشيات الكرامة على مدينة درنا وسط صمت الجهات المحلية والدولية التي شددت على الالتزام ببنود الاتفاق السياسي. أحد بنود الاتفاق تنص على وقف إطلاق النار وتجميد كافة التحركات العسكرية. يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والدائم حيز التنفيذ في جميع أرجاء ليبيا من تاريخ توقيع الاتفاق السياسي. هذا ما نص عليه اتفاق سخيرات في مادته 38. لكن الحال يبدو مغايرا تماما، فمنذ توقيعه في ديسمبر من العام 2015 بدأت التوترات الأمنية في مناطق عدة بالبلاد، والزاهرة درنا في المقدمة. فالمدينة التي تعاني ويلات الحصار المفروض عليها منذ 2016 من قبل ميليشيات الكرامة ما زالت تعيش إلى اليوم على وقع تجديد الخناق، بغية القضاء على من وصفوهم بالجماعات الإرهابية داخل المدينة. لم تكتفي تلك الميليشيات بالحصار، بل شددت الخناق أكثر ومنعت المواد الأساسية من الدخول، فلا وقود ولا غذاء ولا دواء في ظل إغلاق المنافذ البرية المؤدية إلى المدن المجاورة، في تحد صارخ لما اتفق عليه المجتمعون في سخيرات ذات يوم. ازداد الوضع سوءا بالمدينة، وبدأت ميليشيات حفتر بقصف درنا بالمدفعية الثقيلة تارة وبصواريخ الطائرات تارة أخرى، والمنفذ طيران مصري وإماراتي بالتنسيق مع حفتر وأعوانه، لتخرج تلك الدول وتدين العمل الغاشم وكأن شيئا لم يكن، بل وتطالب بفتح تحقيق في الحادثة. انتهاكات صريخة لحقوق الإنسان، جرائم حرب، قتل وترويع للمدنيين، كل ذلك دون أي موقف من الأجسام المنبثقة عن الاتفاق الذي أكد ضرورة تجميد أي تحركات عسكرية لضمان مناخ آمن يساعد على تحقيق الاستقرار في البلاد. حتى المجتمع الدولي الذي رحب بتوقيع الاتفاق السياسي شدد على ضرورة الالتزام ببنوده، لم يقدم على مسألة من تورط في القصف الغاشم على درنا. فأي سيناريوهات تحاك في ظل التخاذل الرئاسي المقترح والمجتمع الدولي عما يحدث في درنا؟ أفاد مراسل نبأ في سبها باستمرار توقف إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي. هذا وأعلن مجلس قبائل التبو استمراره في وقف إطلاق النار من جانبه في مدينة سبها. أرجع المجلس في بيان الله نشره الملتقى الوطني الليبي على تويتر السبب في ذلك للسماح لسكان المدينة بالمشاركة في فعاليات الملتقى وتوفير المناخ الملائم لهم في إبداء آرائهم حول القضايا المطروحة. أكد مجلس قبائل تبو أهمية الحوار واعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في البلاد.
في سياق ذي الصلة، ندد موظفو مصرف الجمهورية فرع سبها في وقفة احتجاجية لهم بالأعمال الإجرامية التي يتعرض لها العاملون بالقطاع المصرفي بالمنطقة الجنوبية، والتي كان آخرها عملية القتل التي طالت مدير مصرف الجمهورية فرع تراغن. استنتج استهداف القطاع المصرفي بمثل هذه الأعمال الشنيعة لزيادة الإرباك بالمشهد الليبي ولإثارة الفوضى، ونظرا لما يعانيه موظفي المصارف من تهديدات وبقوة السلاح من أجل تحقيق مآرب ضعاف النفوس وأمام الملأ، ورغم علم جميع الأجهزة الحكومية بذلك إلا أنها لم تحرك ساكنا، ونتيجة لهذه الوقائع ندعو جميع موظفي مصرف الجمهورية بكافة فروع المنطقة الجنوبية لوقف. إلى ذلك، بدأت في مدينة سبها الجلسات التشاورية للملتقى الوطني الليبي. وذكر الملتقى عبر حسابه بتويتر أن الجلسات التي عقدت ببيت الثقافة جاءت بعد الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في المدينة من قبل الفصائل المتنازعة. وتأتي هذه الجلسات ضمن خطط المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة برعاية مركز الحوار الإنساني. هذا المركز مهمته ومكلف الأمم المتحدة بتنسيق أو لإجراء حوارات للليبيين في أشياء نقاط محددة، الأمن والدفاع وشكل الدولة الليبية، الناس المستهدفين هم الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء وعيان القبائل والحكماء وكل اللي لهم باع أو لهم دراية أو نشاط في برنامج السياسي يشاركوا في صياغة في أسئلة تشاورية تكون زي الإرشادية. تصاغ هذه الحوارات النتائج بتاعها تقارير وتضع في تقرير عام يعتمد الأمم المتحدة، ويبقى هذه المسودة والوثيقة هذه تبقى هي حركة الحقيقة في المحور الأول في الملتقى، اللي أرى أنه هو فرصة حقيقية وأول فرصة عملية سانحة للملمة الدولة الليبية وبناء ليبيا الجديدة، لأن في النهاية في مجموعة بيانات ستكون مخرجات لهذه الملتقيات، ويفترض أن يبنى على هذه التباينات وتجميعها وإيجاد نقاط الاتفاق بينها أو محاولة إيجاد نقاط تلاقي فيما بينها لبناء ليبيا جديدة بإذن الله تعالى. هذا واحتضنت أمس الثلاثاء مدينة جادو فعالية الملتقى الوطني الليبي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بالتنسيق مع منظمة الحوار الإنساني. وتناول المشاركون في فعاليات ملفي العملية الدستورية والمسار الانتخابي وكيفية ضمان التمثيل العادل للمكونات المجتمعية ذات الخصوصيات الثقافية، إضافة إلى ملف توزيع السلطات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار في التعيينات الحكومية والوظائف العليا. كل بلدية تقعد هيك متخبطة وما تقدرش تدير حلول، لازم مديرية واحدة من غريان في منطقة جبلية زي ما كان تواريخ هذا الجيش، ليه قرن من الزمان الجيش الليبي، فهو إعادة هيكلة الجيش، إعادة بناء الجيش. قد اتفق جميع الحاضرين من أهالي مدينة جادو على توصيات مهمة، من هذه التوصيات هو من هذه التوصيات أن يكون إعادة بناء المؤسسة العسكرية من جديد، ومن ضمن هذه إعادة بناها وفق أسس معايير دولية، نبذ التسمية العرقية لما يسمى بالجيش العربي، كذلك من المواضيع المهمة التي تناولته وهو الرفض التام للمسودة الدستور والمزعومة التي أقصت الأمازيغ والتي تم كتابتها دون أن يكون هناك توافق بين كل المكونات. أفاد المكلف برئاسة قوة تأمين الطريق الساحلي محمد بلعو أن وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة أنشأت فرعا لغرفة قوة العمليات الخاصة. وأضاف بلعو في تصريح لقناة النبأ أن مقر فرع المنطقة الوسطى بمدينة الخمس سيكون لتأمين المنطقة الممتدة من سرت وحتى تاجوراء، وأشار إلى أن هذه القوة تهدف لتأمين المواطنين على الطريق الساحلي وليس لها أي علاقة بما يحدث من تجاوزات داخل المدن حسب وصفه. من جانبه، قال أمر الدوريات بقوة تأمين الطريق الساحلي أيمن الجبسي في مداخلة على النبأ، قال إن قواتهم مكلفة بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية في الحكومة المقترحة. جرى في انتشار القوة يوم أمس
والقوة تعتبر من ضباط وضباط صف وجنود وأسراد والشرطة تبعيتهم وزارة الداخلية حكومة الوفاق الوطني. والمساحة على الطريق الساحلي تبدو من مدينة جرابولي مديرية أمن جرابولي إلى غاية مديرية أمن سرت، هذا الشريط الساحلي الممتد على طول هذه الطريق، ونقوم بانتشار قواتنا. قال ناطق رسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك إن المجلس أكد أن الاعتداء على المفوضية العليا للانتخابات لن يعرقل إجراء الانتخابات المزمع تنفيذها قبل نهاية العام الجاري. أؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، ويحث على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري. طلب معارض النظام السابق عبد الحكيم بالحاج الحكومة البريطانية بتسوية رمزية قدرها جنيه استرليني واحد واعتذار حكومي رسمي لإنهاء القضية. وكشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية في عددها الصادر الأربعاء أنه لم يتضح بعد فيما إذا سيبت في قضية أحد ضباط الاستخبارات البريطانية لدوره في ترحيل بالحاج وتعذيبه. وأضافت الصحيفة عن نية الحكومة البريطانية الإعلان عن الحكم النهائي في قضية التسوية القانونية لقضية ترحيل بالحاج مع زوجته إلى ليبيا يوم الخميس في البرلمان البريطاني. إلى ذلك استأنفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إجلاء المهاجرين من ليبيا. ونقلت وكالة رويترز عن المفوضية قولها إنها نقلت 132 لاجئا وطالب لجوء في رحلات جوية معظمهم إريتريون إلى النيجر لتوطينهم في بلد ثالث. وأوضح المسؤول بالمفوضية عمر بوغرسا أن هناك رحلة إجلاء أخرى مقررة من ليبيا إلى النيجر الأسبوع المقبل. العاصمة مستمرة وفيها بعض قليلة. الوطنية للنفط تعتزم زيادة طاقتها الانتاجية إلى 2 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2022. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. افتتح ملتقى اسطنبول للصحفيين العرب أعماله رسميا بمشاركة 60 صحفيا من 18 دولة عربية. الملتقى يعد الأول من نوعه تنظمه بلدية اسطنبول الكبرى خلال الفترة بين 7 إلى 12 من مايو الجاري. وذكر المدير العام لوكالة الأناضول متين موطان أوغلو خلال الملتقى أنه سيتناول التطورات الحاصلة ببلدان المنطقة التي تشهد تحولات، وخاصة التطور التقني في وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة للوضع الإعلامي أو الوضع بصفة عامة في ليبيا، أعتقد لا يخفى على أحدكم، بارك الله في معظم وسائل الإعلام العربية ساهمت في نقل الصورة، جاوزت أيضا نقل الصورة، ساهمت في رسم الصورة وخلق الواقع في ليبيا. للأسف بكل تأكيد وضع الإعلام في ليبيا هو ناتج عن تغيير سياسي بعد عقود من الانقلاب الإعلامي والفكري في ليبيا. أصبحت حرية الإعلام عالية جدا، لا شك أنه أمر إيجابي، لكن أيضا قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن السلطات المالطية فشلت في كبح تهريب الوقود غير القانوني، وحولت الجزيرة إلى ملاذ لمهربي النفط من ليبيا. ونقلت الصحيفة أن هيئة الحرس المالي الإيطالية لم يقل عن 12 عملية تهريب في المياه المتاخمة لمالطا خلال الأشهر الستة الماضية. ونقلت الجارديان عن المدعي العام في كاتانيا قوله إن الوثائق التي تسمح للمهربين بطلب الوقود تحمل
أختام المملكة العربية السعودية، ولا تزال عمليات تزوير هذه المستندات تجري في مالطا حتى بعد أشهر من اعتقال إيطاليا زعماء العصابات. يشار لأن مراقبين دوليين حذروا من أن مالطا تسهم في زعزعة استقرار ليبيا وتكلفها ما يقرب من مليار دولار سنويا للعائدات المفقودة. قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية لتبلغ 2 مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2022. وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على تويتر أنها ستتواصل مع جميع أسواق الاستثمار في العالم من أجل دعم استراتيجيتها لزيادة الإنتاج. ومن جانب آخر، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تتباحث في اجتماعاتها بالمملكة المتحدة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط 10 آبار بحرية مع منصة سبراتا والتي تبلغ قدرتها 300 مليون قدم مكعب. بحث وزير الداخلية بالحكومة المقترحة عبد السلام عاشور مع وزير الدولة للشؤون الداخلية الهندي عودة التمثيل الدبلوماسي لدولة الهند في طرابلس. وفقا لصفحة الوزارة على الفيسبوك، تطرق الطرفان لعودة الشركات الهندية للعمل داخل ليبيا، مشددين على ضرورة تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول آلية التعاون في المجالات الأمنية. واستعرض الطرفان ما يعانيه الجنوب الليبي من تجاوزات سببها الحدود المشتركة مع دول الجنوب من خلال تدفق المهاجرين الأفارقة عبر الأراضي الليبية إلى أوروبا. ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 36 ألف كيلوغراما من مخدر الحشيش و300 غرام من الكوكايين وما يقارب على 25 ألفا من الأقراص المخدرة، إضافة لأكثر من 3000 لتر من الخمور خلال الربع الأول من العام الجاري. وذكرت صفحة وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة على فيسبوك أن عدد القضايا المسجلة في ذات الموضوع بلغ 141 قضية، وصل فيها عدد المتهمين إلى 187 بينهم 11 أجنبيا. مع استمرار الأزمة الاقتصادية وصعوبة المعيشة، أصبحت بعض المستويات الوظيفية تعاني أكثر من غيرها جراء تفاوت الرواتب، ما شكل حلقات نقاشية متعددة حول الأمر. متابع التقرير. التفاوت الملحوظ في مستويات الدخل لموظفي القطاع العام أدى إلى انخفاض مستوى العدالة الاجتماعية التي تعتبر أحد أهم شروط تطور الدولة، واقع راكم على مدى سنوات مضت سلبيات شملت معظم جوانب الحياة اليومية. شريحة معلمين، أحد الشرائح الاجتماعية المهمة، طالبت بحقوقها من خلال حراك نظمته نقابة وتنسيقيات معلمين لمطالبة بحقوق المعلم. يعني احنا المعلمين شنو مطالبنا؟ مطالبنا تحسين أوضاعنا المعيشية. يعني احنا كلنا ليبيين وكلنا نعرف حال المعلم يعني وحال بعض القطاعات الاخرى، لكن المعلم معروف يعني باعتباره يمثل شريحه كبيره في المجتمع. المقترح الان يدرس اعاده جلوله المرتبات لكافه العاملين في القطاعات المختلفه وليس قطاع التعليم فقط، يعني العاملين في القطاعات المختلفه. بموازاة حراك المعلمين، نظمت كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب ورشة عمل قدمت خلالها مقترحات علمية لإعادة جدولة المرتبات بشكل الذي يساهم في رفع مستوى العدالة الاجتماعية وزيادة الرفاه الاقتصادي للمواطن الذي يعتمد بشكل أساسي على مرتب الشهر كمصدر للدخل. خلصت الورشة بحسب القائمين عليها إلى المطالبة بتوحيد الامتيازات الحكومية بين القطاعات التابعة لها ليكون نقطة انطلاق لعدالة وظيفية أوسع وأشمل. قدمت اليوم ورقات بحث حول كيفية تنفيذ أو الإقدام على توحيد المرتبات في الدولة الليبية. وزارة التعليم حاضرة اليوم لأن همها الوحيد هو حقوق المعلمين والبحث عنها. إعادة هيكلة الرواتب الحكومية من شأنها أن تعزز العدالة الاجتماعية وترفع من مستوى العمل الوظيفي، لكن هذه المطالب على أحقيتها ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى البث المباشر من نيويورك لنقل جلسة الأمن حول الأوضاع في ليبيا. إلى هناك.
الميليشيات المسلحة، وفي هذا الإطار تودين كازاخستان بأشد العبارات هجوم داعش على اللجنة العليا للانتخابات الليبية في طرابلس في الثاني من أيار مايو، ويجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، وأيضاً نشعر بالقلق عن تقارير الجرائم والإعدام بحق أعضاء الجيش والمجتمع المدني والخصوم السياسيين وأفراد أسرهم، ونشعر بالقلق من تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا للاحتجاز والانتهاكات في ظروف غير إنسانية. وختاماً، تعتقد كازاخستان أن الحكومة الفعالة وذات المصداقية أساسية لتعزيز التزام ليبيا وقدرتها على بسط سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق وإعمال الحقوق الإنسانية الأساسية وتوفير العدالة؟ ولأجل هذه الغاية، إن دعم الأسرة الدولية لليبيا أساسي من أجل تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في البلاد، ويحتم الاستقرار والأمن توحيد المؤسسات الوطنية وإعادة بنائها بما في ذلك السلطات السياسية والقوى الأمنية وقوى الدفاع، وللأمم المتحدة والأسرة الدولية دور أساسي تطلع به في هذا المجال. وشكرا. The prosecutor's latest report made clear why the situation in Libya remains deeply troubling. The continued political divisions in Libya have only benefited certain armed groups intent on criminality, groups which have created an environment of lawlessness, intimidation and fear. This situation underscores the urgent need to break the political deadlock and to bring peace to Libya and its people. It is vital that all parties engage in good faith with the United Nations-led political process. Madam President, we must ensure that those who have committed and are still committing human rights violations and abuses in Libya, يشير إلى الأسباب التي تحدون إلى الاعتقاد بأن الوضع في ليبيا مقلق، وهو يعود بالنفع على بعض المجموعات الضالعة في الجريمة التي تعمل على تعزيز الترهيب والخوف. أن هذا الوضع يشدد على الحاجة الملحة لإعادة بسط سيادة القانون وإحلال السلام في ليبيا من أجل شعبها، ويجب على كل الأطراف أن تنخرط بنية حسنة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة. سيدتي الرئيسة، يجب أن أن من ارتكبوا ولا يزالوا يرتكبون جرائم حقوق إنسان في ليبيا بما في ذلك عمليات القتل غير المشروعية سوف يحاسبون على أفعالهم. دعمت المملكة المتحدة قرار مجلس حقوق الإنسان، ونؤيد جهود المحكمة الجنائية الدولية بالموازاة، وتناشد المحكمة الدولية الأطراف مجدداً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الورفلي وكل الضالعين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يجب أن يخضعوا للمساءلة أيا كان دورهم. إن الحلقة الحالية للعنف والإفلات من العقاب يجب أن تتوقف. إن الأبحاث المؤخرة للمحكمة إلى ليبيا خطوة مهمة لمراقبة المسؤولين عن الإفلات من العقاب، ونشجع بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يسرت هذه البعثة، ونرحب بعمل المدعية مع الدول الأعضاء والسلطات الوطنية والمحاكم ومكتب المدعي العام الليبي إثر تقارير عن سوء معاملة مريعة واسترقاق للمهاجرين. يجب التحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها، وفي الوقت عينه نشير إلى ضيق الموارد التي تعمل فيها المحكمة، ونحن ممتنون لإحاطة المداعية حول سيف الإسلام القذافي والسنوسي وتهم محمد خالد، ونحن ندعو نداء المحكمة إلى التعاون بين الدول الأعضاء وكل الدول وليبيا وكل الأفراد والكيانات من أجل ملاحقة الأشخاص الفارين من الجرائم التي ارتكبت عام 2011. من المهم للدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية أن تعمل على مساعدة السلطات الليبية في جهودها لبناء سيادة القانون في ليبيا. نحن والشركاء الدوليون سوف نواصل العمل مع ليبيا من أجل توفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات المطروحة. وفي الوقت عينه، إن المملكة المتحدة داعمة كبيرة من حيث المبدأ للمحكمة الجنائية الدولية، وسوف نواصل توفير كل الدعم للمدعي عام وفريقها. شكرا سيدة الرئيسة. أشكر ممثلة المملكة المتحدة وأعطي الآن الكلمة
that the route to national reconciliation, the re-establishment of the unity of the country and of its state institutions lies through a national Libyan dialogue. Russia supports efforts to help the political process, efforts that should be coordinated under the UN's aegis. We hope that the plan of action developed by UN mediation will be effectively implemented in Libya. والآن أنتقل إلى محكمة النهائية الدولية وليبيا. الوضع في ليبيا لا يزال معقدا، ونحن على قناعة بأن جذور المصالحة الوطنية وإعادة بناء وحدة البلاد وكذلك المؤسسات الدولة تكمن في الحوار الليبي الوطني، ونحن نؤيد وندعم الجهود التي تسعى إلى مساعدة في العملية الأساسية، تلك الجهود التي ينبغي أن تنسق تحت رعاية الأمم المتحدة. ونأمل أن خطة العمل التي طورتها الوساطة الأممية ستنفذ في ليبيا. سيدتي الرئيسة، لقد أحطنا علما بالتقرير 15 الصادر عن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن التحقيق في الوضع في ليبيا، كما أننا أحطنا علما بأنه في أثناء فترة مشمولة بالتقرير، فإن أعضاء مكتب المدعي العام للمرة الأولى منذ 5 سنوات قاموا زيارة إلى ليبيا، وذلك للإطلاع ببعض التدابير التحقيقات، وهذه من الفعاليات والأحداث الأكثر استحقاقا بالنظر في هذا التقرير. ولكن باستثناء ذلك فمن تدابيرات ملموسة على الأرض، إن عمل محكمة الجنايات الدولية انتقائيا، فكل أوامر التوقيف التي صدرت إنما صدرت بحق أولئك الذين يحيطون بال قدافي، ولكن لا توجد أي جهود مبذولة فيما يتعلق بمحاربة الجرائم المدعى بها والإرهابيين. المحكمة منذ وقت طويل مضى قد منعت نفسها من أن تدخل في التحقيق في الجرائم التي وقعت نتيجة ضربات الناتو. هذا إلى جانب، ولكن أعضاء المجاهدين الذين يرتهنون أولئك السكان لسبب ما في الحقيقة كانوا موضع تحفظ من جانب المدعي العام. مرة أخرى، فإن التقرير يتحدث عن الوضع التاريخي للاجئين والمهاجرين في ليبيا، وبالطبع ولكي نكون متأكدين من ذلك، فهناك شبكات إجرامية متعددة منظمة عابرة للحدود هي المسؤولة عن الاتجار في البشر. ولكن هذه المسألة ينبغي أن ننظر إليها من وجهة نظر كلية، ونحدد من هم الذين يقومون ببيع وشراء أولئك الأشخاص، من هي الدول المقصود ودول المنبع التي تتلقى أولئك المهاجرين. سيدتي الرئيسة، مرة أخرى، من وجهة نظرنا فإن التقرير قد قام بمحاولات لكي يعرض الملف الليبي على أنه عبء يرميه أو يلقيه مجلس الأمن على المحكمة. مرة أخرى، فإن هذا يقنعنا بأن اللجوء إلى خدمة المحكمة هو أمر غير موثوق. وفد بلادي في الحقيقة مصر على تقديم كل الدعم لأعضاء مجلس الأمن بما يمكنهم من عدم تكرار التجارب غير الناجحة في الماضي، ألا وهي نقل الوضع إلى محكمة الجنايات الدولية. شكرا جزيلا. أشكر مندوب الاتحاد الروسي، Peru believes it essential for this council in the scope of its prime responsibility to uphold international peace and security to refer to the International Criminal Court those situations where access to justice and accountability are to be guaranteed. This is why we wish to express our support to the work the court carries out in Libya. Clearly, the court's work is complex and calls for full cooperation of all states, including local authorities. For this reason, we must recognize the efforts of the Office of the Prosecutor المجلس، وفي ظل مسؤوليته الأولية هو أن يطلع بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، وينبغي أن يحيل هذه الأوضاع إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث يمكن ضمان النفاذ إلى العدالة. ولهذا فنحن نود أن نعرب عن دعمنا للعمل الذي تطلع به المحكمة في ليبيا. ومن الواضح أن المحكمة تعمل من أجل التعاون الوثيق مع البلدان المعنية بما في ذلك السلطات المحلية، ولذلك فإن
فإننا نقر بالجهود ونعترف بجهود مكتب المدعي العام في ليبيا. وعلينا أيضا أن نستذكر ونذكر السلطات الليبية بواجباتها بأن تقوم بتنفيذ أوامر التوقيف والقبض، وأيضا أن تمنع الإفلات من العقاب. فالولاية القضائية الليبية ستكون كل مرحلة من مراحل الملاحقة. أيضا المدعي وينبغي عليهم أن يقوموا بمحاكمة ومعاقبة أولئك المرتكبين لهذه الجرائم الوحشية. وإلى جانب أن هذا يعتبر من الواجبات القانونية، فإن السلطات المحلية والمحكمة محكمة الجنايات الدولية ينبغي أن لا يضيعوا أي فرصة من أجل تعزيز العدالة، وكذلك في المجالات المحلية والدولية. وهذا يعني the action plan for تعزيز الثقة في المؤسسات القانونية وكذلك الردع الثقة في العدالة، لا سيما فيما يتعلق بهذه الجرائم الخطيرة. هو أمر غاية الأهمية بالنسبة لبلد مثل ليبيا المتأثر بالصراع والنزاع، وكذلك منظمات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام الذين يسيطرون على الأراضي بعض من الأراضي الليبية التي قد تكون متورطة في الاتجار بالمهاجرين واللاجئين. سيادتي الرئيسة بيروت، رأينا من الضروري بمكان أن نحقق تقدما بوتيرة أسرع من أجل تنفيذ خطة العمل، وذلك من أجل عملية سياسية احتوائية في ليبيا، وذلك تحت قيادة الأمم المتحدة. وبشكل فوري هذا يعني أنه ينبغي أن نضع حدا لهذه الدائرة من العنف، وأن نعمل على وضع بعض التدابير اللازمة لحماية السكان، لا سيما السكان المدنيين، وأيضا الردع. إذن كان هذا النقل المباشر لجلسة الأمن حول ليبيا. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، ومزيد من الأخبار عبر تابعونا عبر موقعنا الإلكتروني annaba.tv، وأيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي عدنان. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، والآن نترككم مع هذا البث المباشر وعودة إلى مجلس الأمن. إلى اللقاء. إلى اللقاء.